الإصلاح والدستور والديمقراطية والانتخابات والإسلاميين والعلمانيين والليبراليين والخمسة بشرين بلمون والحاجات اللي ما تأكلش عيش ديت. الست أم فارس تعاملت مع مشكلة كبيرة بمنتهى الحزم والواقعية ودون أن تتخلى عن كل ما تنادي به الأديان السماوية والأفكار السياسية السامية والديمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان وكل الرغي ده. الفرق بين أم فارس وبين غيرها أنها وجدت المعادل الموضوعي بكل هذا في أقل من 9 ساعات وبادرت بتنفيذه دون تباطؤ في الإجراءات أو تواطؤ في تنفيذ مطالب الثورة. الحكاية زي ما بترويها الأستاذة نوارة نجم في جريدة التحرير بدأت حينما استيقظ المعتصمون في ميدان التحرير يوم 17 يوليو الماضي على صراخ إحدى المعتصمات باحثة عن ابنتها الطفلة التي اختطفت. أمن الميدان شباب زي الفل تمكن من العثور على الطفلة وإلقاء القبض على السيدة التي اختطفتها. وعندها توجهت الست أم فارس بقوة ورباطت جأش إلى الخيمة التي تم احتجاز مختطفة الطفلة فيها الست المتهمة بالاختطاف، وقامت بالتحقيق مع المتهمة المدعوة صفاء من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا. التحقيق الذي استمر 9 ساعات حدث دون تعذيب أو تنكيل أو إهانة وبمنتهى الأدب والاحترام لإنسانية المتهمة المتلبسة بخطف طفلة، لدرجة أن والدة الطفلة المخطوفة اللي كانت بتصرخ من شوية بعد ما خدت البنت في حضنها واطمنت عليها كانت عايزة تفش غلها في الست اللي خطفتها، فراحت الخيمة وضربت صفاء بالقلم على وشها، فإذا بالست أم فارس تطرد الأم من الخيمة. طردت الأم المجني عليها لتحمي الجاني حتى ينتهي التحقيق. مش كده وبس، الست أم فارس وهي بتحقق مع صفاء جابت لها أكل. ما هو مش معقول بني آدم يقعد يتسأل ويجاوب 9 ساعات من غير حاجة تصلب طول. مش بس كده، الست أم فارس لما لاحظت أن صفاء تعبت، صفاء المتهمة تعبت وأرهقت، سابتها تنام وتاخد حقها من الراحة ورجعت لها تاني. مش بس كده، ده الست أم فارس خدت بالها أن صفاء مين؟ المتهمة اللي خطفت عيل من حضن أمه واتمسكت متلبسة. صفاء دي بقى كانت شايلة عيل على كتفها والعيل بيعيط وعايز يرضع، فاستأذنت ترضعه والست أم فارس سابتها ترضعه من غير ما تساومها على أي معلومات مقابل إرضاعها لابنها. خدين بالكو تساومها. هذه القصة لم تحدث في لندن أو باريس ولم تحدث في أي من الديمقراطيات الحديثة، وإنما حدثت هنا في ميدان التحرير يوم 17 يوليو من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 3 عصرا. وبالمناسبة أم فارس بعد هذا التحقيق الراقي المحترم خرجت على المعتصمين في الميدان باعترافات المتهمة كاملة. اسمعوا بقى. صفاء المتهمة تعمل مع رئيس مباحث آداب قصر النيل أحمد زيور وتسلم الأطفال المختطفين في مقابل 300 جنيه، ثم يقوم الضابط زيور بدوره ببيع الأطفال لأحد الملاجئ التي تتاجر في أعضاء الأطفال. كما أن زيور قد طلب من صفاء استدراج بعض شباب الاعتصام لشقته جرسونيرة سيادة الضابط المحترم، وذلك أملا منه في القبض عليهم في حالة تلبس وفضحهم والإساءة لسمعة الاعتصام، إلا أنها فشلت تماما في المهمة الأخيرة وتبين أن شباب الاعتصام شرفاء وشمعتهم أيضا. عارفين ده معناه إيه؟ معناه أن الست أم فارس ما كانتش محتاجة للضرب والإهانة والتعذيب والكهرباء والعصيان اللي بتدخل لمؤاخذة ويقعد المسكين يصرخ وكرابيج وشتيمة بأقذر وأسفل الألفاظ وإهانة كرامة وأدمية. أم فارس ما كانتش محتاجة ده كله عشان تخلي صفاء تعترف. ومعناه كمان زي ما بتقول نوارة نجم النهاردة أن وزارة الداخلية هي التي تؤوي الخارجين عن القانون مش ميدان التحرير، وأن وزارة الداخلية فيها من الضباط من يدير شبكات تمارس أبشع أنواع الجرائم، الاتجار في أعضاء الأطفال.
وهاهم آل الميدان ينقذون البلاد من شبكة خطيرة، وتطرح أم فارس بديلا أكثر مهنية وإنسانية وحرفية ونزاهة من تلك المؤسسة التي لولاها لما سمعنا عن جريمة في مصر. أعضاء شبكة تويتر، والكلام مازال لنوارة نجم، طالبوا بتعيين أم فارس في منصب النائب العام. طبعا هما بيهزروا، لكن الرسالة أكيد وصلت، رسالة أعضاء تويتر ورسالة الست أم فارس، ويا رب يكون اللي في بالي فهم. أعزائي المشاهدين، النهاردة معانا ضيفة كاتبة لأول مرة في البرنامج. طبعا ده مش اضطهاد مننا للجنس اللطيف، بس احنا الظروف جت كده وما قدرناش نستضيف كاتبة خلال الفترة اللي فاتت، وان شاء الله الفترة الجاية نعوض الكاتبات المحترمات عن هذا التقصير غير المقصود الذي نتج عن انشغال كثير من الكاتبات في المصيف وفي غيره. معانا الأستاذة الكاتبة والشاعرة والمترجمة فاطمة نعوت، انتظرونا بعد الفاصل.